الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا ويحشرهم يوم القيامة ولا يغادر منهم أحدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به هداه. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تبارك وتعالى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، في هذا اليوم المبارك الصحيح يذكرنا بتلك الأيام المباركة التي تسمى بالهجرة النبوية. الهجرة النبوية منها مبدأ السنة القمرية. في مثل هذه الأيام جاءت الرخصة من رب العزة سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بالهجرة. والهجرة كما ذكر العلماء أيها الإخوة والأخوات في الله لا يتكلم فيها من لا يحسن الكلام ولا يضبط أحكامها، لأن صار أمر عادي نسأل الله العفو والعافية عند الناس وعند الأحداث في السن أن يتكلموا في مثل هذه الأمور العميقة، مثل هذه الأمور الجليلة. هذه الهجرة النبوية لها أحكام وضوابط، وهي سنة كونية كما أشار إليها العلماء. أبونا إبراهيم عليه السلام هاجر، وغيره من الأنبياء هاجروا. هاجر إني ذاهب إلى ربي سيهديني. الهجرة، وبالخصوص على وجه الخصوص هذه الهجرة النبوية، الهجرة هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة، لها أحكام وفيها دروس وعبر. بشفاق